اعتقد خلاص هو الزمالك، يعني اعتقد ان هو برضو فوز خارج الملعب، يعني برضو يمكن بنقول الاهلي والزمالك طبعا مش عايزين ناخد الموضوع واللعيبه يسمعوا ترديد يا كابتن ان احنا وصلنا النهائي، وصلنا النهائي لسه في شوط تاني، ولكن طبعا اعتقد يعني وضعنا اكثر من قدم يعني في النهائي ان شاء الله يعني.